هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل بكل طلاب برايمري 5. مكملين مع بعض منهج كونكت 5، المنهج الجديد للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني. وصلت معاكم ليونت 9 ليسن 2 بارت 1. درسنا النهارده درس خفيف ان شاء الله. هنشرح فيه جرامر، هناخد فيه كلمات هنقراها بطريقه اصوات الحروف، وهنشرح فيه جرامر مهمه قوي عن فعل مهمه قوي في اللغه الانجليزيه. تعالوا كده نشوف، يلا ونسمي الله ونفتح كتاب المعاصر على بيج 112. يا ريت نشترك في القناة علشان توصلنا كل الفيديوهات والقناة تكبر بيكو، واقدر احس ان مجهودي فت بيه طلبة كتير بامر الله. ان شاء الله الفيديو ده يعود بالنفع والفايدة عليكم. تعالوا كده نبدأ، يلا نقرأ كلمتنا الاول. اول كلمة معانا هي كلمة ايطاليان، ايطاليان، وهي اللغة الايطالية، ايطاليان. طيب نسبة طبعا للبلد، بلد ايطاليا. تعالوا نشوف الكلمة الثانية، وهي كلمة لعبة، لعبة اسمها تشيس. تشيس، انا هوريكم صورتها وانتوا هتعرفوا معناها ايه. اهي صورتها، اهي دي لعبة ايه؟ الشطرنج. تشيس، تشيس، تمام، لعبة الشطرنج. طيب مشغول يعني بيزي، شخص عنده حاجات كتيرة، اعمال كتيرة يعملها، بيزي. قادر على able to، able to، قادر انه يعمل حاجة. French، اللغة الفرنسية، والبلد اسمها فرانس، فرنسا. كل لغة بتكون قريبة من اسم البلد بتاعتها. شهر معناه month، والتي والاتش بنطقها بصوة حرف الس. cousin، ابن العم او ابن الخال. cousin، خلي بالك السي بنطقها بصوت حرف الكي والاس كأنها زد كده. amazed، مندهش. لما اوصف الشخص انه مندهش من حاجه، لما انت تبقى تشوف حاجه وانت مندهش منها فانت كده amazed، تمام. خلي بالك لما احنا كنا بنوصف الشيء كنا بنقول amazing، صح؟ خلي بالك، لكن انت لما اوصف الشخص لا، هتنتهي بايه دي الصفه، تبقى amazed. fast معناها سريع او بسرعه، German يعني اللغه الالمانيه، وكويكلي معناها بسرعه، باسكت بول كرة السلة، وإيج عمر أو سن. طيب تعالوا بقى نتكلم على جزء الجرامر، وخلي بالكوا إحنا هنتكلم على أفعال المقدرة، الأفعال اللي بتعبر لي عن الأبيليتي، عن المقدرة على فعل شيء. هنا هبدأ أتكلم أول حاجة على الفعل كان. كان، تعالوا بقى نعرف قصة الفعل كان ده. بصوا كده وهتلاقوا الفعل كان فيديو كده مخصوص على القناة في سلسلة فيديوهات تأسيس الجرامر. بصوا كده الفعل كان اهو، كان فعل من ثلاث حروف، السي بنطقها بصوت حرف الكي، كان. كان ده فعل. تعالوا نعرف بقى الحدوتة بتاعته. فعل مساعد، فعل من الأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية. طيب كان دوت مساعد ومن الأفعال الناقصة. يعني إيه من الأفعال الناقصة؟ يعني لما أكتبه في الجملة، الجملة ما تبقاش كاملة، تبقى ناقصة، ناقصة حاجة، ناقصة إيه؟ ناقصة فعل يجي بعده يتمم لي معنى الجملة. طيب هو الفعل كان دوت، ها هو معناه ايه اصلا؟ الفعل كان ده معناه يستطيع، يقدر، بيعبر لي عن الابيليتي، عن المقدرة على فعل شيء معين، تمام؟ بيعبر عن الاستطاعة. طيب لازم لازم يجي بعده فعل عشان يتمم لي معنى الجملة، لانه من الافعال الناقصة. طيب خلي بالك فعل كان ده ما بيتضافلوش اس خالص، يعني عمرك ما بتشوفه في اللغة الإنجليزية إلا كده، إلا بالشكل ده، سي اي ان بس. حتى لو اتضاف مع هي وشي وإت اللي بيحبوا حرف الاس برضو ما بيتضافلوش اس، تمام؟ طيب خلي بالك كل الأفعال في اللغة الإنجليزية ليها ثلاث تصريفات، تصريف أول اللي هو المضارع، تصريف تاني اللي هو الماضي، وتصريف تالت هتاخده بعد كده في سنوات بقى دراسية كبيرة شوية. كان ده له تصريف تاني فقط بس. طيب خلي بالك كان ليه شروط
always root. ايه بقى شرطه الوحيد؟ لازم يجي الفعل بعده في المصدر، لازم. طيب هو كان بصراحة فعل لطيف وبيجي مع كل الضمائر، يعني هلاقيه مع آي ومع يو ومع هي ومع شي ومع إت ومع وي ومع ذاي ومع أي اسم جمع وأي اسم مفرد، بيجي مع كل الضمائر. خلاص ده كان، ده اسمه إيه؟ كان. تعالوا نشوف كده أمثلة. بصوا يعني أقدر أقول I can run، أنا أقدر أجري. خلي بالك لو أنا قلت لك I can أنا كده فهمت حاجة، أنا أقدر. أقدر إيه؟ مفيش، صح؟ خلي بالك كده هو مكانه فين؟ بيجي بعد الفاعل، وبيجي فين؟ قبل الفعل الأساسي في الجملة. يبقى هو دوره في اللغة الإنجليزية، هو دوره إن هو فعل مساعد بيساعدني في تكوين الجملة. إن أنا عشان أقول إيه؟ أنا أقدر أجري، لما حد يشوف الجملة دي هيعرف إن إيه؟ إن آه اللي بيتكلم ده يقدر، عنده المقدرة على الجري. He can swim. بصوا مع هي ما تغيرش، جه برضو كان وما ضفتلوش اس. She can read. هي تقدر تقرأ كده، تمام؟ المهم إن هو جه مع كل الضمائر وبعده الفعل بعده مهم قوي قوي، جه فين؟ في المصدر. الفعل بعده جه فين؟ في المصدر، تمام؟ طيب هو ينفع انفي؟ بصوا ينفع انفي، يعني اقول انا مش ما بقدرش اعمل الحاجه دي، هقولها ازاي؟ النفي احنا طالما عرفنا نفي على طول، على طول الراعي الرسمي بتاع النفي مين؟ نوت، على طول صح؟ نوت يعني لا مش. طب احنا عارفين ان نوت دي ضعيفه، لازم فعل مساعد يجي يسندها، بس هنا الفعل المساعد بقى كان، هتبقى كان نوت، وعمرك ما بتشوفه بالشكل ده، بتشوفه دايما كده، تمام؟ كانت، كانت معناها لا يستطيع، لا اقدر، تمام؟ وبرده نفس الشروط، وبيجي بعدها الفعل في المصدر. يعني لو قلت هنا هي كانت رن، اي كانت رن، انا مش بقدر اجري. هي كانت ريد، هو مش بيقدر يقرا. تعالوا نشوف الامثله بتاعتنا كده في الكتاب عندنا. بصوا هنرجع لبيج 112 ويلا بينا. بصوا جزء كان وكانت اهو يا ولاد، هنا بيقول ايه بقى اهو؟ لما اتكلم عن طبعا حاجه ايه، خلاص احنا شرحنا ان انا قادر اعملها. هنا بصوا اهو قال الفعل I can play. بصوا الفعل جه في المصدر عادي اهو، باسكت بول. طيب انا بقدر العب كره السله. هنا I can't speak Italian، انا مش بقدر اتكلم اللغه الايطاليه. طيب هنا خلاص جاب لك الجمله وجاب لك النفي. طيب ايه ده؟ ده جابه لك في السؤال، ازاي اسال بقى بكان؟ خلي بالك هو اصلا اي سؤال في الانجليزي لو بدا بفعل مساعد يبقى السؤال ده بايه؟ يبقى السؤال معناه هل. طب وكان؟ ما هو كان اصلا فعل مساعد. يبقى انا لو عملت question بي، لو انا السؤال بدا بكان هيبقى معناه هل. طيب وهتكون الاجابه عنه بايه؟ بيس او نو، صح كده؟ طيب تعالوا نشوف، يلا بينا. هنا لما قال لك اهو وما تنساش تكوين السؤال ايه؟ ها انت شاطر كده، انت بطل من ابطال قناه انجليزي كل المراحل، فانت اكيد عارف الرول بتاع تكوين السؤال وتكوين الجمله، صح؟ طيب تكوين السؤال ايه هو؟ ها الفعل المساعد، وبعد كده ايه؟ يلا قولوا لي. ها وبعد كده الفاعل، وبعدين الفعل الاساسي. انت هتمشي على الرول دي، طالما هو انا بدات بفعل مساعد فده معناه هل. خلاص ما بداتش بأداة استفهام يبقى السؤال معناه هل. طيب فهقول ايه بقى؟ كان بعده الفاعل اهو، وبعده الفعل في المصدر، ده الشرط بتاع كان، صح؟ اه بصوا كده انا حتى كاتبه لك اهو بالفعل المساعد، هتلاقي كان فيه اهو، لقيته اهو، خلاص. طيب هنسال هنقول ايه بقى؟ كان يو، هنا معناها هل انت تقدر، هل تقدر انت كلايم تتسلق، خد بالك البي ما بنطقهاش، التري، هل تقدر تتسلق شجره؟ هتردي وتقول يس اي كان او نو اي كانت. هنا اليو اتحولت لاي في الاجابه ونزلت كان زي ما هي، لكن لو جاوبت بنو لا نو هتيجي معاها نوت وهقول نو اي كانت. تعالوا بقى ازاي اقول انا كنت بقدر اعمل حاجه في زمن الماضي. بس قبل ما اتكلم على الماضي، لو انا سالت بأداة استفهام ترتيب السؤال برضو عادي، أداة استفهام وات، بعدين فعل كان، وبعدين يو ودو. يعني لو قلت وات كان يو دو احمد، ماذا انت تستطيع تفعل، فرد وقال اي كان ران فاست، انا اقدر اجري بسرعه.
تعالوا بقى نقول ازاي احنا كنا بنقدر نعمل حاجة في الماضي. ازاي اعبر عن المقدرة في وقت في الماضي؟ يبقى هجيب طبعا فعل ماضي. ايوة فعلا انت هتجيب فعل ماضي. ايه الفعل الماضي من كان؟ ها شبهه كده اسمه كد. كد كد ده بقى التصريف التاني بتاع كان، اللي هو الفعل الماضي بتاع كان. معناه ايه بقى؟ استطاع. كان بيقدر، بيعبر عن المقدرة على فعل شيء بس في زمن الماضي، بيجي مع كل الضمائر زي كان بالظبط، بيجي بعده الفعل في المصدر برضو زي كان، وبرضو بيجي بعده فعل بيتمم معنى الجملة. تمام؟ خلاص عرفنا كد؟ عرفناها معناها استطاع وبيعبر لي عن المقدرة في الماضي. طب لما اجي اقول جملة، يعني انا لو قلت مثلا بصوا كده، When I was young، عندما انا كنت صغير، I could swim، انا كنت بقدر اعوم. تمام؟ طيب هو انا انفي بقى، ينفع انفي كد؟ اهو اقول انا ما كنتش بقدر في الماضي كد مع نوت، وهتبقى بالشكل ده couldn't. couldn't معناها لم يكن يستطيع. يعني هقول مثلا I couldn't swim when I was five، انا ما كنتش بقدر اعوم لما انا كنت صغير. بصوا انا قلت لكم الاختصار الكلام ده كله، ان كان وكانت وكد وكودنت كلهم بيجي بعدهم الفعل فين؟ في المصدر. طيب تعالوا نشوف، بصوا كده، يلا نرجع للكتاب تاني. يا ولاد اهتموا بالجرامر بجد، الاولياء الامور للامهات للمدرسين اهتموا بالجرامر. الجرامر ده اساس لغة، هيريحوكم بعد كده الولاد، بعد كده لما يطلعوا بامر الله في مراحل دراسية كبيرة. تعالوا نشوف امثلة الفعل كود. هنا بيقول ايه بقى؟ I couldn't take the bus، هو جاب لك على طول في النفي، قال ايه بقى؟ انا ما كنتش بقدر take the bus، اركب الاتوبيس يعني. So ما هو take مش معناها اخد الاتوبيس، اركبه يعني. So I had to walk، علشان كده لذلك انا كنت بضطر ان انا امشي. طيب تعالوا نشوف بقى هنا بيقول لو انا سألت في الماضي هقول ايه؟ انت كنت بتقدر تعمل تركب مثلا دراجة، هقول له ايه؟ could you، هل انت كنت تستطيع ride a bike، تركب دراجة when you were three، لما انت كان عندك 3 سنين؟ هترد برضو بنفس السؤال بفعل مساعد، برد بنفس الفعل المساعد، هقول له yes I could او no I couldn't. طيب تمام، تعالوا نشوف لو سألت بقى ذات استفهام هقول ايه؟ what could you do when you were little، ماذا انت كنت بتقدر تعمل لما انت كنت صغير؟ I could swim well، انا كنت بقدر اعوم جيدا. بس كده بصوا درسنا خفيف ازاي، تعالوا بقى نحل علشان نضمن بامر الله اقصى استفادة. لازم نحل، ما تبقاش بس مجرد متلقي كده بتسمع شرح وبس، ما ينفعش. لازم اللغة ممارسة، لازم تمارسها صح عشان تتقنها بامر الله تحل كتير. طيب احنا دلوقتي في بيج 114، يا ريت دوس لايك من فضلكم، يا ريت علشان بجد الفيديو يقدر يستفيد منه عدد كتير من الطلبة، يا ريت. تعالوا كده الاول ندوس نختار نمبر 1 parrots، الببغاوات. كان جمع ببغاء بقى، كان بيقدروا ايه؟ يطيروا. طب ما كل الفعل هنا كل الاختيارات معناها يطير، بس استنوا، كان لازم الفعل بعدها يجي فين؟ في المصدر. يعني ايه المصدر؟ يعني الفعل في صورته العاديه خالص من غير اي اضافه. طب تعالوا نشوف هنا الفعل فيه اي وان وجي؟ لا ما ينفعش. في هنا اي واس؟ ما ينفعش. في تو قبله؟ لا ما ينفعش، لازم الفعل زي ما هو من غير اي اضافه. تعالوا نشوف نمبر 2 سي، هي ايه؟ درايف اكار، تسوق عربية. طب انا مش عارف هي تقدر ولا ما تقدرش. طب نقرا الجملة التانية، مش احنا اتفقنا لما يكون عندي جملة وجملة جملتين، الجملة التانية كاملة والجملة دي ناقصة كلمة، بعرف الكلمة اللي ناقصة من الجملة اللي بعدها. طيب الجملة اللي بعدها بيقول ايه بقى؟ she takes the bus، هي بتركب الاتوبيس، يبقى هي ايه؟ اكيد ما بتقدرش تسوق العربية صح؟ يبقى ايه بقى؟ هقول she can't ولا couldn't. بصوا طالما هنا الفعل فيه اس يعني ده مضارع صح؟ ف
فانا الجمله في المضارع مفيش اي حاجه بتدلني على الماضي خالص، مفيش اي كلمه داله بتدل على الماضي، وحتى الفعل موجود بيدل على المضارع. الكلمه الداله والفعل بتدلك على زمن الجمله، فانت هتختار كانت. هي ما بتقدرش تسوق عربيه علشان كده هي بتركب اتوبيس. رقم 3 ماي براذر اخويا ايه انت تتن يعد لحد رقم 10 وين عندما هي واز تو هو كان عنده سنتين. يبقى هنا في كلمه دلتك على ان الحاجه دي في الماضي، اه في ووز اهو معناها كان. يبقى انا هقول ايه بقى؟ اخويا ما كانش بيقدر يعد. كودنت. فهمنا يا ولاد؟ جبت الفعل في الماضي علشان لقيت فعل في الماضي. طيب رقم 4 last year السنه اللي فاتت واحنا travel to africa احنا ايه؟ لا سافرنا ايه لافريقيا؟ احنا قدرنا ولا ما قدرناش ولا ايه؟ طيب انا في حاجه دلتني هنا على زمن الجمله، انا محتار انا هحط كان ولا كود؟ لا ما تحترش. ليه بقى؟ انا قلت لك تدور على كلمه داله، الكلمه الداله دي هي بتدلك على زمن الجمله، هي بتقول لك حط الفعل في الزمن ده. ليه؟ افتكر معايا كده الاتفاق اللي علمته لك في قناه انجليزي كل المراحل، ان احنا قلنا الكلمة الدالة هي والفعل الاتنين متفقين ان هما الاتنين يجوا في نفس الزمن. لو الكلمة الدالة جت في زمن المضارع لازم الفعل يجي في زمن المضارع. طب لو الكلمة الدالة جت في الماضي لازم الفعل يجي في الماضي. هنا الكلمة الدالة فين؟ في الماضي last year. يبقى بتقول لك حط الفعل فين؟ في الماضي. يبقى انت بكل سهولة يلا تدور على فعل في الماضي فين 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 اهو. احنا قدرنا نسافر لافريقيا. تمام؟ يلا نشوف نمبر 5 I couldn't انا ما قدرتش say مش قادر اقول anything اي شيء in German انا ما كنتش بقدر اقول اي شيء باللغة الايطالية last year السنة اللي فاتت. تمام؟ اهو شايفين فعل ماضي مع كلمة دالة على زمن الماضي. But now ايه ده؟ دي كلمة ايه؟ الآن دلوقتي كلمة بتدل على المضارع، يبقى هحط فعل فين؟ في المضارع. أي ايه بقى؟ I can أنا بقدر. طب ليه ما كتبتهاش كانت؟ علشان but بتفيد التناقض، يعني عكس but الجملة الأولى جت فيها not، لا الجملة الثانية تيجي من غير ايه؟ not. يلا نشوف نمبر 6 last year السنة اللي فاتت ها هو ايه بقى؟ run very quickly ها السنة اللي فاتت ايه ده؟ ده last year كلمة بتدل على ايه دي؟ على الماضي. يبقى لازم اختار فعل فين؟ في الماضي. طيب استنوا كده، اه عندي كنت وعندي كودنت، طب هختار اني فيهم؟ اقرا الجملة التانية علشان اعرف. but now he can لكن دلوقتي هو بيقدر. يبقى كان قبل كده السنة اللي فاتت ايه؟ ما بيقدرش. couldn't. تمام؟ لقيت فعل من غير نوت هتحط فعل نوت. سهل قوي. تمام؟ عرفت تكتب ايه؟ طيب يا ريت تدوس على اللايك. يا ريت بلاقي بجد مش على فكره، يعني مش قصدي ان انا اقول كتير، بس بجد بلاقي مثلا مشاهدات كام والاقي اللايك يا دوب، فيا ريت مش تخسر حاجه. لايك يا ريت من فضلك تدوس بس على اللايك. نمبر 7 نقط يو بلاي انت بتعزف ذا بيانو. البيانو آلة موسيقية والبلاي الفعل بلاي لما يجي قبل آلة موسيقية معناه يعزف. When you were a child عندما أنت كنت صغير. طيب إحنا لقينا إيه؟ لقينا وير معناها كنت فعل في الماضي، يعني قال لي إن الجملة اللي قدامي دي في الماضي يبقى أختار فعل إيه؟ في الماضي. طب أنا عندي كنت وكودنت، بس استنى ده سؤال ده آخره علامة استفهام، ما ينفعش تبدأ السؤال ب couldn't، لا هتقول له could. could هل انت number 8 sorry اسف I a help you with your homework في الواجب بتاعك، اساعدك في الواجب بتاعك. I am busy انا مشغول و I am دي انا اكون، يعني بتعبر عن زمن المضارع، انا دلوقتي اكون مشغول. يبقى هيقول له ايه بقى؟ I can't انا لا استطيع، لانه بيقول له سوري انا اسف. كده اكون حليت معاكم كل اسئله درسنا، احنا ما سبناش ولا اي سؤال خالص غير لما حليناه. يا رب يكون الفيديو جه عليكم بالنفع والفايده وتكونوا استفدتم. باي باي.